في زون ميكست، رئيس سابق لنادي حمام الأنف السيد المنجي بحرسي. منجي شنو حوالك؟ اهلا وسهلا، مرحبا. سافا، شنو الامور؟ الحمد لله. باهي، باش نبداو الحوار معك. اول سؤال، علاش بعيد اليوم؟ بعدت تقريبا من اللي خرجت من رئاسه نادي حمام الأنف، بعدت على المشهد الرياضي في جمله. بعدت خاطرني ما عادش مسؤول في حمام الأنف، ما فماش، ناديتني وما جيتكش. لا لا، مش نحكي على الاعلام، نحكي كفاعل معناها في الكره. لا عييت. لا انت بصراحه وين نكلموك بصراحه تجيب حذانا. يعطيك الصحه. تعبت بك هو معناتها الحقيقه اللي شد مسؤوليه في نادي رياضي حمام الأنف وحتى الجمعيات الاخرين راهو يتعب سيرتو شديت 6 سنين على بعضهم كرئيس، وقبلها راهو عندي 25 سنه تسيير في حمام الأنف قبل ما نكون رئيس. معناتها المده هذه كلها، المده نتاع الرئاسه هي اللي تعبتني، معناتها تعبتني اللي معناتها مسؤوليه كبيره في جمعيه كحمام الأنف، مسؤوليه كبيره. نحمد ربي اللي خرجت منها لباس والحمد لله. تعتبر نفسك خرجت لباس؟ كيفاش تقيمها البريود اللي عديت؟ نقيمها نقول انا يظهر لي ان ماما كانت كاسحه وقتها. بعيده برشا على طول. هي ما كنت تشوف الكلاسمون نتاع حمام الأنف في اخر عام نتاعي. معناتها نقول انا نجم نقول لي انا راضي على المردود اللي عملته في حمام الأنف. نتفكروا ملاعبيه كبار كان وقتها انيس بن شويخة، صابر الخليفه، عربي ميجر، انيس الزيتوني، ظهر لي معتوق، غرياني، نتفكرهم حتى تشكيله كامله. شعباني، معين، ظهر لي. معين. ملاعبيه كبار. ما ذوبتنيش، علاش بعدت اليوم؟ اكيد حتى تقول لي تعبت، اكيد نستحقوا في تونس العباد اللي خدمت الكوره في تونس كيف كنت، سواء في حمام الأنف ولا حتى في الجامعه في الوزاره، في علاش ما كانوش فما حاجات كيما هكا؟ ماني كبير. بروبوزيسيون حاجة. الحقيقة ما زالت البركة ما تقوليش كبير. بالنسبة ليزاستيسيون الآخرين نتاع الكورة معناتها ما خممتش الحقيقة، ما نكذبش عليك. كتقول لي جملة. لا ما خممتش معناتها حتى مجرد خاطر، لا ما خممتش معناتها. نتصور اللي رئاسة الجامعة التونسية معناتها يلزمها معناتها مش مجرد تقديم ترشح باش تكون رئيس، يلزم برنامج كامل لانه هذه بلاد كامله وراك، يلزمك تخمم باش الرياضه التونسيه تنهض بها، باش تغير، اسكو انت كابابل باش تنجم تبدل المنظومه الرياضيه باش تقدم بها القدام، تمشي يزيها مركدة يزيها مقاعدة. وهذه الاولى. الثانيه، يلزم واحد يسوبوز لا كيستيون، يقول شنو هما النتائج نتاع الكوره اليوم؟ يا اخي هل ترى بدلناها للاحسن ولا ما بدلناهاش؟ واش يلزمني نعمل انا باش الكره النتائج نتاع الكره نخليهم خير؟ واش يلزمني نعمل باش ناخذوا كوب دافريك اللي احنا تو قدامت الاخرى معناتها اليوم تونس جدوها لازمها؟ لا، يلزمها تتجدد كوب دافريك نخدموا لها. معناتها هات البرنامج اللي باش يخدم على بطوله افريقيا، هات البرنامج اللي باش نمشيو للدوزيام تور في الكوب دي موند. مش موجود هذا توا؟ لا انا مراش، لا النتائج ما فماش، ما نعرفش موجود ولا مش موجود، اما النتائج ما فماش، ما وصلنا لهوش. تعتبر مكتب الجامعه هذا اكيد في عدد التصريحات اكد انه تاهل المونديال، تحقيق اول فوز في ضد بنما منذ 20 عام تقريبا ولا اكثر 30 عام تقريبا، ايضا تاهل نصف نهائي كاس افريقيا بعد مده كنا غايبين، اعتبره انجاز. انت ليه ما تشوفش نفس الراي؟ والله انا ما نشوفش الحقيقه بكل صراحه، كل احترام اللي عندهم الراي هذايا، احنا تونس راي الناس تغزر لنا بعين كبيره، راي ما عادش شكل بلاد سو ديفلوبي في نحكي في الكوره اللي باش نرضاو بها باش كي نترشح ولا نقعدوا ندمي فينال نتاع الكوب دافريك. راهو يظهر لي معناتها قيمه تونس ومستوى تونس اكبر بكثير من النتيجه اللي وصلنا لها، معناتها يلزمنا نكونوا حققنا نتائج اكثر. احنا مشينا للفينال نتاع الكوب دافريك ومشينا للكوب دي موند، اما نستاهلوه. ماهوش انجاز وقت اللي عام 78 ترشحنا للكوب دي موند واحنا فريق بركي ترشح على افريقيا مش خمسه كيما توا. احنا ولينا كيف نغزروا التالي نلقاو انجازاتنا خير من اللي توا موجوده. كي نشوفوا كي تجي كون تي باس اون ريفيو جوارات اللي كانوا عندنا في 78 اللي مشاو يلعبوا في المكسيك خويا معناتها، واللي مشاو يلعبوا في اي بقعه في العالم في اوروبا في لي ماتش اميكو، كي تشوف الاسامي اللي تخلقت وكلهم بيرمون توانسه 100% معناتها وصلنا احنا توا نعملوا نجنسوا في الملاعبيه باش يلعبوا معنا. اليوم صارت انتخابات الجامعه، اكيد تبع شوي، ما زلت تبع حتى بعيد تبع اليوم تبع، ما اليوم مازال ما عندي حتى خبر عليها.
سمعت اللي رئيس الجامعه معناتها ترشح. نعطيك الاخبار شنو هو؟ الاخبار اكيد هو متوقع كمشي ترشح انه قائمه واحده، لكن الاخبار لهنا نسبه التصويت كانت 100% اليوم. هذاك هو. اش قال؟ هو كان متوقع راهو تو بس متوقع اي 100% ما كانش متوقع على خير. اي شنو باش ينتخبوا الاخرين؟ سمعت شكون فماش قايمه؟ قايمه برك اي نجم محتفظ ما عادش بتقولش قايمه يحتفظت تو هذا كلام تو جي يحتفظ ما غدوه يعمل مشكله مع الجامعه الجديده مع الليسته الجديده تو يكبوا له ايام ومن بعد ديمقراطية تو اي ديمقراطية من ديمقراطية تجي انت ما ترشحنيش تحبني نعاملك نفس المعاملة مع فريق اخر اللي هذا المفروض يكون هذا لازم يكون ما عندهاش علاقة ما عنديش بك قناعة مش معناتها ما تعطينيش حقي سا سي ايديال الايدياليزم هذا معناته نتاع انسان نقعد ننقد فيك ونقول لك في كلام ومن بعد نعاملك معاملة معناتها كيف الناس الكل انا راك ونو عادي باش يرشحوا 100% يا خويا فك عليا من المشكله غدوه معناتها ما يعطيني حتى بلوس ما يعطيني ممكن ما يظلمنيش ما يعطيني حتى بلوس ولهذا لابوزيسيون تاع الجمعيات انا جو لا بلاد نتبناها انا كان جيت واحد ما نجيش ضد الجامعه تصوت الوديع الجري نصوت له باقتناع ولا على خوف بمصلحه جمعيتي انا باقتناع تو انا نحكي اذا كان بصفه عامه بصفه عامه على مصلحه جمعيتي اما هو تو الوديع نحب نقول لك اللي كسب تجربه كبيره برشا من الجامعه هذه تبقى اللي انا ننصح به كاخ معناتها وكانسان تونسي يحب الكره التونسيه عيط للجماعه عندهم تجربه خليهم يعاونوك لانه كما قلت انا بكري راهو يلزمك تعدي الفيتيس تو تتعدى باش تونس تمشي للبالي سوبيريور وتمشي للتيتر وتمشي يا رسول الله تهات افريقيا مره قضيناها كيما شكون مثلا سامي الاسامي نجم يكونوا موجودين يعاونوا برشا ينجم يعاونوا عندهم تجربه كبيره برشا عنا خاصه الناس اللي عندها تجربه قديمه وتجربه طويله في الرياضه مع سامي مثلا نسمي لك عبد المجيد الشتالي نسمي لك شو اسمه البنزرتي الهادي البنزرتي نسمي لك شكون تحب نزيد نسمي لك منجي بحار نسمي لك محفوظ البنزرتي نسمي لك منجي بحار لازم الناس تسميه من انا ذم جماعة اللي نعرفهم معبيين كورة واللي نجموا ينفعوا الجامعة التونسية يمد لهم يدهم هو ما يجيوكش وحدهم انت تمد لهم يدك وتعيط لهم وتاخذ خطرهم وتلمهم وتشوف كيفاش هما كومون يل كونتريبيو في اللي صار دو سبورت في تونس انا رانا السبور نتاعنا صفر وراك وحدك ما تنجمش وحدك ما تنجمش عيط لهم الناس هذوما اولا وثانيا تربح زاد محبه الناس لان هذوما يحبوهم العباد صحيح فهمت كيفاش تو ما ينجمش واحد يتكلم يونس الشتالي ما نجمش نسمي علاش خاف لا ننسى ناس راهو موجودين برشا حمادي هنيه تعتبر اليوم وديع جري هو الانسب لقياده الجامعه التونسيه لكره القدم هو الامثل انا ما نعرفش كل الاخرين الانسب ولا الانسب معناتها ما نعرفش كل الاخرين هاك اي سامحني بالله اليوم ترش ما فما حدا ترش فما حد نعم فما حد تو هذا كلام وتقول لي شكون الانسب خاطر يقال زاد انه القوانين اللي عملها وديع الجري اقصائيه على المقاس نتاعو معناها والله ما نجمش نجاوبك انا نتصور لو كان تخلقت ساعه كانك تقول في حاجه معناتها سبقت الاحداث عمل حاجات باش تسبق الاحداث باش يضمن مكان ماكش عم تقول مثلا الشرط نتاع انه تكون عندك 4 سنين مسير على فيلم معناها متاليين 4 سنين شرط كيف الباك هذا يساعدني انا عندي عندك انت عندي ما اقصاكش معناها باهي سي المونجي انت في وقت من الاوقات حبيت تشد الجامعه. اي شنو صار وقتها؟ اوف انا وقتها و عام 2009 هكا 2010 2010 اي وكنا في ليست تكسر الدنيا. شكون فيها؟ خلينا نذكر ساعه بانسان اخر معناتها ينجم يعاون الكوره سي محمود الهمامي. اي كان تتفكروا بيان سور اي بالمناسبه كان يسمع فيه نسلم عليه. انا معاه انا في الوقت هذاك قدمنا ليست مع بعضنا. وفيها اسامي حقيقه معناتها اللي يقراها معروفه باش تنفع ليس الضر
تكون فيها وقت؟ فيها انتراتر، فيها محمود الهمامي، خممت على عبد السلام شمام. نسيت انا تو، انا ما عادش عندي في مخي ماذا فهمت كيفاش. المهم معناتها الليسته هذه انا عيط لي وقتها المدير العام للديوان، قال لي اعطيته خاطر انا من ذكر الناس اللي تخدم في الديوان. معنا انا نخدم في الديوان وقتها، عيط لي سبيسيال. الحقيقه معناتها انسان طيب ياسر، بالمناسبه زاد نحييه سي سليمان ورق، وقال لي اجبد المطلب نتاعك اللي عملته. احنا سولو درابو كنا في المناصب هذه يلزمنا ناخذ ترخيص ترخيص من الحكومه، من اون لوكيرونس وزير الماليه وقتها. انت ما خذيتش؟ انا لا، طلبت. قال لي ننصحك جبدها. قال لي كلمه لتو ما جاوبنيش عليها، قال لي توجي نهار ونقول لك علاش. لليوم ما قالكش علاش؟ لليوم هي ما كي تعرف علاش. انا معروف علاش. علاش وقتها في الوقت هذاك فما ترشح نتاع سي علي الحفصي. الحفصي وقت عاد مشى مودودر للولات الكل باش يعيطوا رؤساء الجمعيه ويعطيهم تعليمات باش يرشحوه. فكر لازم تعرف عنه. من اكيد من من من, من سلطه، من سلطه معناها، من السلطه، من اعلى هرم في السلطه. شكون رئيس السابق؟ كان منجب حر شويه هكا معروف، وبداو يحبوه العباد برشا يحبوه. كنت محمود من جمعيه الكل تقريبا. ايه كان من السي ابي. ايه ايوه ليه صحيح. عاد عيطولي باش يعيق، قال لي تسمع كلامي يجب ترش. شكون اللي عيط لك؟ عيط لي المدير العام للديوان. ماني شكون قلت لي السبب؟ رئيس السابق معناها. نعم رئيس السابق زين العابدين بن علي معناها. نظام ما نعرفش شكون في النظام وقتها زين العابدين الرئيس، اما شكون اللي اما يظهر لي انا اذا كان جو في لو ريكوبمون هو كان كاتب عام لجنه التنسيق، يظهر لي الامين عام لجنه التنسيق اللي خرج المضاد بالنسبه اللي هو شكون في الوقت هذاك. في والله في بالي اللي توا موجود مع المبادره شو اسمه كمال مرجان. لا 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 عمره ما شد كمال مرجان التجمع، امين عام التجمع عمره. الغرياني. غرياني. محمد الغرياني هكا. محمد الغرياني. اي ولد حزبك ولا انت تو في المبادره ولا؟ لا لا انا سي ترشحت مره وهربت بجلدي، ما عادش نعمل في السياسه جمله. 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 مش نتاعك؟ لا 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 ما نجمهاش. باه انت اكيد سي منجي في اي انترفيو تكون موجود فيه يجبدوا لك على ماتش 2008. انا مش نسالك على الماتش هذاك، نحب نعرف فمش حاجه ما تحكيوش على الماتش هذاك. شنو ما تحكيش في فما مثلا نعطين فما ما تحكيش الفاصمة اللي عند صابر خليفة. اي ماهيش ضربة. ما ضربوش رياض بالنور؟ ها؟ ليه لا شو يضربوا رياض بالنور؟ خاطر هذا الوقت اللي خرج وقتها قالوا وهو قال نفس الكلام صابر. صابر وقت اللي جاي خارج من التيران. اي. دزوا صابر رياض بنور. دزوا من تالي مش ضربوا. تغشش صابر خليفة، احنا وفيها يمكن درج بعد مشينا للفيستير. هذا بالليميتون ولا كيف وقتاش وقت خرج هو خرج في الليميتون هذول. اه باهي. كسر سيف باش ما يضربش رياض بنور، ضرب الفص نتاع البلار نتاع الفيستير كسر. شد روحهم. كسر شبيك جيت انا شبيك؟ قال لي سي رياض بنور يدز فيا غير شنو يحبني كذا ويحبني كذا ودي شنو كذا. سي رياض بنور شنو الحكاية؟ في لحظة عيطت الكيني قلت له عملوا نيش في خشم. اها عملوا نيش في خشم. ايه مشيت فيها لرياض بنور ضربه وترى شنو هو شنو يضرب رياض بنور شبيك يا ودي. رياض بنور كان يدور عليه صابر خليفة يعطيه وحيدة ويحسبوا له لتو. تو هكا تجد عليك انت حكاية كيما هذه. اي ماما مش باهي برشا. هذا سكوب. اي مش باهي برشا تحكي لي فيها اللي عملته انت. عليه. اي شنو هو تتهم؟ فهمني برك شنو مش باهي برشا. اللي مش باهي تتهم راجل بحاجة ما عملهاش معناها. اي شنو اللي عملته؟ دخلته الحبس انا. شنو اتهمت؟ اقل شيء شوهت له سمعته معناها. شوهت له سمعته معناها. لا هو دزو. دزهم باش نوريه اللي ماهوش هو ذكي راه فما ما ذكى منه. باهي انت كيفاش عشت الماتش هذاك؟ عشته ككل مسؤول وانتر بارونتيز راهي قلتها الحمد لله. اي قلت ايه؟ اش قالك؟ ها؟ اش قالك؟ خليني نعرفك.
ورياض ما كلمكش وقتها؟ لا لا انا قلتها تو تو. شنو قلت لي انت؟ كيفاش عشتوا الماتش؟ شنو كانوا اللي كوليس اللي تحكي واللوتة مثلا؟ شنو حكيت مع الحكم؟ شنو حكيت مع المسؤولين بتاع ترجي؟ شنو حكيت مع الامن؟ اكيد انت كنت موجود وفاعل. فهم الحقيقة انا اللي عشته ونهرتها باش نكونوا واضحين. وصلت لدرجة اني جيت المسؤول بتاع الشرطة وقتها بتاع الامن، قلت له هيت نكتب لكم اللي انا خاسر 20 بشيء ووقف الماتش ولا وصلني انا ولادي فوق القنطرة بتاع ابو نواس خلي نروح ونصح لكم اللي انا خاسر 20 بشيء ملي شفته نهارتها. علي شفته نهارتها فهمت. التوى بالنسبة لي انا نقطة استفهام ما فهمتش علاش. باش كيف ما استفزاز من الامن للجمهور؟ انا منيش في القرادارة. اي بيان سور. اي انا ما نعرفش ما شفتش معناها. لا لا انا اللوطة مانيش في القرادة دونك ما نعرفش شنو اللي صار سبتو في القرادة تدقوه تغزو القرادة تلقاه معناتها كيما الموجة تمشي راهو نتاع الببليك فيش غرب. وشنو الكلام اللي صار بينك وبين مثلا المسؤولين نتاع ترجي؟ ها باش نعطيك واحد اخر. اعطيني واحد اخر. سكوب واحد اخر. انا نمشي فهمني تحس دروا وبيوت باش نعطيك سكوب واحد اخر. عمك عامر البحر. ايه ربي يطول في عمر. انا ربي فضله ان شاء الله وصداقه كبيره بيني وبينه. وعاد ما في التيران وقت الماتش واقف قال لي قل لي منجي توا كان يقف الماتش هكا النتيجه ما يتعاود الماتش. هي. هو يسال فيك انت يا اخي عامر البحري. ايه علامه علامه عمك عامر رد بالك بيان سور. ايه هذاك استغربت انا قال والا تستي فيا الله اعلم. انا نصور تستي فيك انت الحقيقه. ايه قلت له انا قلت له يتعاود الماتش وانا في قرارة نفسي نعرف وقت اللي تبدا القانون يقول لك النتيجه في صالح الفيزيتور. ايه ريزولتا اكي سور تيران اذا كان في صالح الفيزيتور واذا كان النتيجه في صالح ليكيب اكويونت يتعاود الماتش. فهمتك. داكار. ايه دونك هي في صالحنا احنا النادي الرياضي عام نلف مهما كانت صفه. عاد انا نضحك وقتها كي قال لي هكا قلت ان شاء الله يا رب ما فيها وقت قانوني. اي 20 دقيقة هكا ولا أربع ساعة أربع ساعة فهمت. وهو راهو تعدى الوقت راهو تعدى الوقت والماتش كمل نورمالمون احنا الماتش هذاك الريزلتا اكيد سور تيران تروح ما تكملش الماتش انت علاش كملت؟ كملش علاش كملت مال؟ والله الحقيقة وقتها خرجت من سيفتي كرئيس الجمعية وغزرتك الشيء هذاك اللي صار السماح في مقابلة. انا اخويا راني انا مانيش انا نحب بلادي وما جيتش للكوره باش نشوف الشيء هذاك والضرب. لازمك تشوف من بعد الوليدات الصغار والبوليسيه والامن كيفاش هزينهم خارجين بيهم اللي يدو تدلدل مع الشاده في حد شيء واللي مضروب في وجهه واللي 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 هذوما الشيء هذا اللي شفته السبكتاكل هذاك. قلت لك انا وصلت قلت لهم اكتبوا نكتب نصح لكم في 20 بشيء سيبونا الروح وصلونا الروح. كمل شنو صار مع عمر بحري؟ لا ما صار شيء رجع الماتش. فهمت. نسوي تستي فيك ما نسويش عمل بحري بكلهم يعرفش ال اي انا بيدي راهو بعد قعدت بيت بايك عامر يسل فيا ما يعرفش زعما ما في بالوش شنو الحكايه ممكن والاحرى كوني تستي فيا. شنو الكلام اللي تحكي مع الحكم مكرم اللقام؟ اللقام صعب بيني وبينك أنا عندي معاه علاقة طيبة لليوم الحقيقة ما عنديش حتى مشكل. وهبط له حبيتك تسألني سؤال آخر وهبط له فوزي البنزرتي يدرب في الترجي وقتها ولا لا؟ أي صحيح. وهبط له فوزي البنزرتي وفوزي البنزرتي قطع في فيستو تعرف الفازة بتاعه يشد في الفيستو يبدا يهز فيها وينفض بتاعه فهمت كيفاش؟ علاش؟ وسب الأربيتر رد بالك فوزي وانا بحلاه. اه فهمت كيفاش؟ ومن بعد كي سالوه الصحافه قال قلت له عيب عليك. ايوه ما مكرم اللقيم ما خرجوش. ما خرجوش. علاش؟ تعرف تو سامحني باش يخرجوا فوزي البنزرتي تو بالله يقول لي قدوه لو كان جاء اربيتر ولد حم نلف من شيرتي انا. ما انا نخبي نغطي عليه.
خاطر مسيح الزوفة جهة مع بعضها. ممكن ممكن هاك انت قلت، انا ما قلتش. قلت لي ممكن، تلمحت ما قلتش. بيه بينك انت وملاعبيتك والانترونير متاعك وقتها، شنو تحكي لك ليه؟ الحمد لله فهموا لي كوليسة، مش كون طلب يروحوا معناها يزيك هاو، شنو صار بالضبط؟ رو بعد الماتش لازم تفهم حاجة، رو بعد الماتش فريمون سي لا بانيك توتال في الفستير. فك الاسباس اللي قدام لي دو فيستير سي لا بانيك، راك تو نابا لو طون دو ريفليشير، تو نابا لو طون دو، ما عندك حتى شيء. يا اخي باش نعطيك حاجه اخرى، يا اخي هبط واحد من الجمهور ولا ما هبطش؟ ما هبطش. هبط واحد من الجمهور. اي ومعين الشعباني غطى عليه وخرجوا. اي هكا ولا باهي. الزوز انا وياه نبحثوا في الشرطه غدوة. علاش؟ هما مش علي انا، انا مشيت مع ولدي باعتبار عيطوا المعين. عيطوا المعين كيفاش تشد هذاك وتحمي فيهم وفكيتهم البوليسيه وانت فهمت هذاك شو عملت؟ تصير هذه حتى في العالم. ديما تصير، ديما نشوفوها. ديما جوار يغطي على من حمل انف ولا مترجي اللي هبط؟ لا لا مترجي. مترجي. ايه. وصار فينا مشى الغديكة في المركز نتاع زويتن ومشيت معاه وحبوا باش يوقفوا معين الشعباني، وقلت لهم تحبوا توقفوا معين الشعباني وقفوني معاه، ما عملش حاجة. حبوا يوقفوه وقفوه. اي احنا الله خرجنا من غادي العشرة نتاع الليل من العشية احنا غادي سايبونا. فهمتك. شبيك الماتش تقلبت عليها الدنيا شبيك. واضح. يزيدنا حوايج اخرين ولا سيدي هكا ويزيد ما نخلي باش الاذاعه اخرى باش كان نداوني نقول له نعاود نعيط لك انا ولا شيء باش نعطيك باهي. فما باش نقول لك ما سمعتش حاجات جدد على اليوم هذاك، ما سمعتش حاجات جدد بعد اللي صار تكون قصف ضوء وقتها؟ لا ما نعرفش انا شنو انا اللوطة. اي ما سمعت اكيد سمعت ولا برا لوجيك نتاعي نعرفها من غير ما نسمع. احنا في الكوره استاد نهار ماتش يمد الفاتح نتاع استاد الكل وبيبان كل يمدهم للامن. بالله سامحني شكون تحبوا يقص الضوء؟ لي ديزجونكتور عند شكون؟ الامن. عند الامن ما خيش دخلوا. لا اخي حمد المدب ولا انا معاه عندنا واحد وعندنا تيليكوموند نقص به الضوء. معناتها والا نمشي في ليبوتيز الثانيه كونو سي فري سي اون كوبور نتاع الضوء. ولا لا نقول ستيك اذا كان الامن مش هو اللي قص الضوء، ما لا ستيك ولا ثالثه لهما. ما ينجمش يكون اللي كان يكون حتى المسؤولين على الحي الاولمبي، ما ينجمش يكون مسؤولين على الحي الاولمبي. يا ودي ما عندهمش المفاتح، اللهم يجبدوا الدوبل، ما عندهمش مفاتح. المفاتح راك انت، احنا في حمل الفيجي الامن نهار لحد نلعبوا هاتوا المفاتح، نمدوا له مفاتح الستاد كل. فهمت؟ ما نجمش يكون الحير ما يلعبش اللعبة هذه. واضح. باهي نحكيو شوية سي، كيف كانت علاقتك برؤساء الأندية قبل نتاع الاسبيرونس الكلوب ليتوال؟ كانت علاقة طيبة وطيبة جدا. بالكل لا؟ ما عندي حتى مشكلة، بورتون ساعات نكرتش لهم. بتفدليك ديما ما رد بالك. باش نعطيك وحيدة برك باش نذكر خاطر صاحبي. أي. الله يرحمه. فهمت السيد احمد تاع بنزرت كنت تفكروا احمد قوي الله يرحمه. السيد احمد قوي الله يرحمه وينعمه هاي جاتو رحمه. عاد نلعبوا مع السي بي في رادس، جاء واحد صحافي كيف كنت هكا جاب الميكرو وجاء مشى بدا بسيد احمد، قال له سيد احمد ايش قولك في المقابله هذه؟ قال له ان شاء الله تتعدى في كنف الروح الرياضيه وان شاء الله احنا وخيان وعلاقتنا كبيره مع بعضنا وان شاء الله مقابله تتعدى كما نحبوا احنا ونتيجه بقطع النظر عن نتيجه. مد لي انا الميكرو قلت ان شاء الله نروح تتعدى كما قال سيد احمد، اما ان شاء الله نربحوا ثلاثه ولا زويس ونخلي له الروح الرياضيه اللي هو يربح. تغشش منك ما تغشش منك وقتها؟ جميع عمره ما يتغشش الله يرحمه كان انسان طيب ياسر. والانديه الكبار كيف علاقتي طيبه وكانت متينه برشا مع حمد المد بالحقيقه، معناتها شوف بعضنا برشا. النادي الافريقي كمال وقتها كيف صاحبي.
ما توترتش شوية العلاقة بعد الماتش اللي فزتوا فيه على كلوب وربحتوا البطولة؟ مش نحكي مش نحكي على الماتش هذا. ماتش كلوب. اللي فزتوا فيه على كلوب اخذنا بحارس بيرونستر. باش نحكيو عليه بعد الأخبار مع زميلتي فتوى تركي. أكيد عدد المواضيع الأخرى مازلنا باش نحكيو عليها مع السيد منجب حذا رئيس سابق النادي حمل النف باش يكون بعد الأخبار. نرجعوكم في زون ميكس حتى للخمسة نتاع العشية. زون ميكس راحة البال برنامج العائلة والأزواج الموعد كل نهار أحد من ماضي 3 للأربعة على إكسبرس أف أم. موضوعنا نهار الأحد الصديقة والحب وقت اللي المشاعر تختلط ببعضها. كيفاش نتأكدوا من طبيعة المشاعر هذه؟ هل ممكن الصديقة تتحول إلى حب والعكس؟ هل إنه الحب يتحول للصديقة؟ هل الصديقة ممكنة بين الرجل والمرأة؟ شاركونا بأراكم تجاربكم وسؤالاتكم على 71 725000. راحة البال كل نهار أحد من ماضي 3 للأربعة مع ريم الإنجليز والكوتش ليلى أبو بكر على إكسبرس أف أم. راحة البال.